داكشي بعدا فيزيك شحال شويه فهمتي شويه صعيب مزيرونا في الشيء في سميتو ميكانيك ماشي ميكانسير. بالنسبه للونكلي المهم لونكلي راه ساهله راه على حساب الرايتين والاسئله راه ساهلين. المهم الماط عندك ديك 9 نقاط الاولين ديال الهندسه والعدد العقدي والاحتمال راه ساهلين دال شويه قال لك مزيرانه مشيت عليا راه ساهلين. كيبقى اليوم اس في تي الحمد لله حطونا كي سي ام في سميتو في جيولوجيا كيبقى داك سميتو المناعه والعدد وسميتو والقوانين الاحصائيه وداكشي اللي بقى ساهل الحمد لله داكشي داز مزيان. لو بي سي كانت شويه صعيبه درت سميتو درت الشيمي فيزيك فيزيك كان شويه مويه بوغ لي في تي اي بوغ لو بي سي ديال العلوم الفيزيائيه كانت شويه ساهله حنا حطوا لينا صعيبه. كانت الحراسه مزيانه وكان الاجواء كلها عاديه وكنتمنوا النجاح لجميع التلاميذ. فو فيزي الباساج ولا لا مونسيون ولا كيسكو تو فيز او ميور دي كا باساج مونسيون باساج. بالنسبه للثلاث ايام هذه تحطات الفيزيك والفلسفه والاسفيت اللي تحطوا شويه خفاف. اما بالنسبه للماط بالنسبه للماط والانجليزيه فهمتي تحطوا صعاب علاش حيت في الماط حطات لواحد الداله اللي مخلطه فيها الالين وفهمتي التكامل مدخلين شي في شي وكان شدوا واحد حاله شي غير شفاف. بالنسبه للكيش فيزيك نهار الاول بعد نهار الثلاث الحمد لله عطوني داكشي في متناول اللي زعما اللي ضبط الامور في بريباراسيون وهادي راه غادي تكون نقطه مزيانه وشحال من حاجه صافي. وما في الاشياء لونغلي راه كل بزاف كل نقص في اللغه وهادي راه دازت الامور حتى شويه صافي. غدي الماط حطوا الداله شويه سهله صراحه العقدي عاوتاني ما صعيبه شويه وهادي خاصك تكون لي بياج شحال من حاجه. الحمد لله هادشي كان في المتناول واخا الماط عطاو لنا واحد الحاجات صعاب ما قريناهمش مش ما قريناهمش باقي ما داروش عمرهم تحطوا في شي وطنيات ما كانش بروغرام. حنا كنشكروا دوك الاساتذه ديال ليكول اللي خدموا معانا ونقدروا نجيبوا بعدا استدراكيه ولا ننجحوا. المهم حنا ماشي مشكل بعدا خدمنا ودرنا اللي علينا وكنشكروا حتى الاكاديمي على هادشي اللي حطوا لنا واخا كانوا اضرابات والعام ما قريناش فيه بزاف الحمد لله. والناس بانوا لي فرحانين واخا شي وحدين خرجوا كاعين في الماط و اس في تي. شنو من المواد اللي كانوا صعاب بزاف؟ ما كذبش عليك لا شوف لك شي مبريباري لك شي مبريباري من الاخر لك شي مبريباري غادي تجاوب امتحانات في المتناول من الاخر نقول لك. لا ما كنتيش بريباري بحالي انايا راه غادي تبقى داوي خاوي وتبقى